بعد جهود مكثفة تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس في عدد من المباني السكنية والمحال التجارية في سوق المنام القديم، في حين تتواصل عملية التبريد في أعقاب إتمام أعمال مكافحة الحريق والسيطرة عليه منعا لامتداده. منذ تلقي البلاغ عصر أمس في موقع سوق المنامة، توجهت آليات الدفاع المدني للموقع وقامت بعمليات مكافحة الحريق وعمليات البحث والإنقاذ وتأمين جميع المباني المجاورة لهذا الموقع الحريق. لحد الآن لله الحمد الجهود مستمرة في عمليات التبريد وتنفيذ عمليات البحث في الموقع. حاليا جهود الإدارة العامة للدفاع المدني مستمرة في عمليات البحث وتقوم بتنفيذها بحذر شديد، وذلك بسبب الانهيارات الجزئية في بعض المباني والانتقال إلى جميع الأدوار، وحاليا تم العثور على 3 أشخاص داخل المبنى متوفين.